زوجان في مقتبل العمر عم يحاولوا يأسسوا بيتهم ويبنوا حياتهم، ولكن الأوضاع المعيشية الصعبة والاقتصادية في قطاعنا الحبيب منع كثير من الشباب الإقبال على فكرة الزواج أو حتى الارتباط. ولكن كيف حال اللي تجرأ وتزوج وأقدم على هذه الخطوة؟ إفطارنا الرمضاني اليوم راح يكون مع زوجين عم يأسسوا حياتهم بأوضاع معيشية صعبة، فخليكم معنا مشاهدين أكيد. يفرح يفرح كله معا إنسان جواك وجوايا إنسان. أهلين، السلام عليكم. مرحبا. إنسان جواك وجوايا إنسان يحب له غايا. مشاهدينا الكرام، نتواجد الآن في بيت أم خالد اللي أقبلت على بناء أسرة جديدة مع زوجها. كل عام وأنت بخير أم خالد بمناسبة شهر رمضان الفضيل. أم خالد، طبعا حضرتك بتمر في أوضاع معيشية صعبة أنت وزوجك، فحتى تبنوا هاي العائلة أو هاي الأسرة، شو أهم المشاكل اللي بتواجهكم في بناء حياتكم؟ زوجي بيعاني من مشكلة، عنده مشكلة في العصب، وتفاقم معه هذا الاشي يوم عن يوم. واشتغل يعني صار يبيع ترمس، بس بينه وبينك يعني الترمس بدخل علينا، يعني اذا دخل علينا بده ايش يكفي اجار دار ولا ناكل ونشرب فيه. فراح اشتغل في شركة للقصارة، بس للاسف يعني ما فرحناش. ابو الشهر وقع عليه جرد الاسمنت على رقبته وعلى ظهره من ورا، هو معاه مشكله من الاصل، فبعد هذه الوقعه تفاقمت معاه المشكله واخذناه، فتحوا له اصابه عمل وكل شيء. يعني بعد هيك يعني بدل ما يجازوه بانه يعني وقع عندهم ويعني يقوموا فيه يعطوه راتب اكثر، او هو قاعد يعطوه راتب او حتى يرجعوه على الشغل أو عوضوه، بس للأسف ما لا عوضوه ولا حتى رجعوه للشغل، بل قعدوه وأعطوه ورقة بأنه ممنوع يشتغل بما أنه مريض. وضعنا صعب جدا يعني فوق ما بتتصوري، إحنا أبسط مقومات الحياة اللي بتكون متواجدة في أبسط البيوت إحنا مش موجودة في بيتنا. إحنا ثلاجة مش في بيتنا، غسالة مش في بيتنا، حاجات كتير مش في بيتنا. إحنا عارفة عناش خزان ما نعبي فيه مية حلوة، إحنا بنعبي مية بجلن، والجلن لما احنا بنعبي بنعبيش بمصاري، بنروح على التحليه اخر الدنيا نعبي مي عشان نشرب، لان ما عندناش الشكل ندفع لنعبي الجلن. شهر رمضان شهر الخير وشهر البركه، شهر فضيل. 30 يوم بمروا علينا ونحن صايمين، كيف بتدبري امورك اليوميه في شهر رمضان؟ نفسي في كل حاجه، اقول لك انه ما نفسيش والله، نفسي في كل شيء. نفسي اقوم اطبخ وافكر ايش بدي اطبخ، واطبخ شغله انا جاي على بالي نفسي اكلها ونفسي فيها، بس للأسف يعني رمضان حلو بكل أشكاله، بس الظروف الصعبة اللي احنا بنمر فيها مخلينا ما نحسش بحلاوة رمضان نهائيا. احنا مش حاسين في حلاوة رمضان، مع انه رمضان حلو يعني كل شيء من عند ربنا حلو، بس للأسف زي ما انت شايف احنا لولا من الآخر جراتي بحنن علي بصحن طبيخ يعني كان وضعنا أمر من هيك، وهينا يعني عايشين ايش تقول، بس يعني وضعنا صعب على الاخر وسيء جدا، احنا ما خليناش حدا اللي رحنا له. بما انه الاوضاع المعيشيه صعبه والظروف صعبه والاقتصاد صعب في وطننا، كان الله في عون كل الناس وكل الازواج. وطبعا باقي دقائق على اذان المغرب ام خالد، فخلينا نحضر السفره للافطار. كل ما انت يا رب خيرك. طبعا هلا احنا موجودين في المطبخ لحتى نجهز السلطه مع الافطار ان شاء الله يا ام خالد. ان شاء الله. تمام. موجود هون. شو رح تجهزينا؟ رح نجهز السلطه. هاي انا رح اساعدك طبعا في البقدونس. طبعا بما انه السلطه هي مهمة برضو، شو بتعملي أحيانا لما بتكون متوفر عندك عصير؟
شو بتعمل؟ شو بتعمل؟ شو أكثر حاجة بيجي على بالك تعمليها في وقت الإفطار؟ يعني أنا بحب السلطات، بحب السلطة، بجهز السلطة، بعمل سلطة باذنجان. سلطة باذنجان؟ تمام. والعصير وهيك، شو ما يكون عندنا موجود بحب أحطه، بحب يعني كل شيء يكون موجود. يعني لما بتتدبر أمورك يعني بما في إنه غير السلطة أمرار بيكون في عصير، أمرار يعني الخير من الموجود. صح. صح، يعني الواحد دائما يدبر نفسه، يدبر حاله، شو ما كان خير وبركه من رب العالمين. اكيد ما بتبطرش، ايش موجود في البيت بنحطه. طب يعني بكون الوضع كثير صعب، يعني كيف امرار بتمر عليك بعض الايام ممكن ما يكون شيء ولا اي حاجه، شو بتعمل؟ كيف بتدبر حالك؟ احيانا يعني اذا ما بكونش شيء ولا شيء ولا شيء، إذا ما جيراني بعتوا ليش بضطر أتصل في أهلي، بستغيث في أهلي يعني، وأهلي بدبروني. وأوقات يعني جوزي بيروح على أهله، إيش طبخين إيش عاملين بجيب لي. يعني شو أصعب اللحظات اللي مرت عليك لدرجة إنه أنت صفنتي فيها مع نفسك وبكيتي؟ أصعب يوم هيك شغلة مرت علي، والله جايت ابني، جايت ابني على الحياة وهو فيش أي مقاومات الحقيقة اللي أنا أقدر أسعد ابني فيها أو ألبي له أموره فيها. إن شاء الله ربنا يعني بيعوض عليك وتقومي بالسلامة، وربنا سبحانه وتعالى يعني ما بينسى حدا من فضله. نحن بشهر فضيل وأكيد فعلين الخير كتير، وإلا ما راح يسمعوك ويسمعوا هذا الألم. يعني الإنسان لازم يكون في عون أخوه المسلم، طالما انه بيقدم الخير فاكيد الناس بتكون بخير ان شاء الله. واحنا هذا الشيء اللي احنا طالبينه، يعني انه اهل الخير ينظروا لنا نظره الشفقه بعين الاعتبار انه احنا يعني عيله محتاجه مساعده، ووضعنا صعب جدا. يعني فيش حتى غاز، يعني الغاز اللي نطبخ عليه فيش. هذه ازمه الغاز تعبتنا، مش حتى عارفه معاش الفلوس نعبي الغاز. الغاز اللي نطبخ عليه غير جره الغاز اصلا كمان فيش، لولا هي جره الغاز الصغيره هذه اذا توفر معنا مصاري هي نعبيناها، ما توفرش اذا في كهرب بناكل على القرص، اذا ما فيش كهرب ما بناكلش. ام خالد، شو بتتمني، شو بتدعي ربنا دائما، يعني بما انه احنا بشهر فضيل، يعني دائما نستغل شهر رمضان في الدعاء، نستغل شهر رمضان انه ربنا سبحانه وتعالى ينظر لنا في حالنا في وضعنا. انا بتمنى يكون عندي يعني بيت يعني احتضني انا وجوزي واولادي، يعني نكون فيه اسره سعيده، يكون بيت صحي مثل ما انت شايفه. هذا بيت نهائيا مش للمعيشة. بالاجار كمان، يعني عايشه بالاجار كمان، مش لنا كمان بالاجار، وصاحب البيت مش مستني علينا. يعني احنا لنا شهرين ما دفعناش قبل، وهي شهر رمضان اللي احنا فيه ما دفعناهوش. ام خالد طبعا جهزنا سلطه، وخلينا نحضر السفره برا ل طبعا نستنى الاذان ونفطر سوا ان شاء الله. تفضل، اهلا وسهلا. طول ما انت يا رب رازق الناس من غير حساب، لو يوم ضاقت عليهم اتفتح الف باب. طول ما انت يا رب رازق الناس من غير حساب، لو يوم ضاقت بتفتح ألف باب. يا غني يا غني يا غني يا الله، يا غني يا غني يا غني مشاهدينا الكرام. جهزت السفرة الرمضانية مع أم خالد وأبو خالد طبعا، ولكن قبل ما نفطر ويأذن المغرب دائما بيكون في إنا أمنية أو دعاء بندعي فيه رب العالمين. وبما أنه أنت شاب حابب يأسس بيته ويبني، ويعني في أوج الحياة،
بتمنى اني اكون زي كأي شاب يعني عايم اسرته وتبقى يعني عندي فرصة عمل، يعني ما احتاج حدا ولا حدا يتمنن علي يعني يقول لي خذ، لا انا اكون انا اللي جايبها، يعني زي كأي شاب يعني بتمنى هذه الشغلة. ثواني معدودة ورح يأذن أذان المغرب للإفطار، فنستمع لأذان المغرب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. آلاف الشباب المتزوج بتستر قصصهم وحكاياتهم الحيطان من هول ومرارة الحياة اللي بيعيشوها، ما بيشعر فيهم ولا باحتياجهم إلا اللي بيعيش وضعهم. منشان هيك في الشهر الفضيل كان لازم إنه نسمعهم ونكون قريبين من واقعهم. تمر ومي تكفي كل حي. صبر وصبري جميل لو كانت حمولي جبال، طول ما انت يا رب خيرك مال الكون والوجود، من حد يا رب غيرك في الركوع وفي السجود، طول ما انت يا رب خيرك مال الكون والوجود، من حد يا رب غيرك في الركوع.